الوضوح حتى كل الحدث بالصوت والصورة. المعطلات نتيجة السياسة اللي دارتها الدولة المغربية في شخص وزارة التعليم، وفي شخص شاكب في الموسى اللي قال لك حقه، جاب السياسة الاستراتيجية اللي قال لك حقه. أنا عطيت لسيدنا واحد سماه لواحد برنامج تنموي اللي كاين خلال التعليم وكذا وكذا، وعطيت البرنامج اللي ما سماه السي محمد السديد على أساس باش يقول لي أنت راه كاين الخلل في المنظومة التعليمية. نعم، هاد المعطلين وهاد الناس اللي كاينين هنا يقرون ويقولون أن المشكل كاين في التعليم المغربي. ما كاينش اختلاف مع سعادة الوزير، وإنما الاختلاف فين كاين هو السياسة اللي جيتوا بها باش تعالجوا الأزمة ديال التعليم، باش تعالجوا بها الأزمة ديال التعليم. وجيتوا على أساس تقولوا المعطلين الوضوح حتى كل الحدث بالصوت والصورة.